نترقب الايام القادمه، هل سيكون هناك رد اسرائيلي؟ شكل هذا الرد هل سيكون عسكري؟ هل سيكون باستهداف مثلا الطاقه النوويه او المراكز النوويه الايرانيه؟ هل سيكون باغتيالات؟ كيف سيكون؟ لانه الرد سيؤدي الى رد اخر من ايران، يعني الحقيقه ان الموضوع ده قد يؤدي الى اشتعال المنطقه، وهو امر لا نريده جميعا، يكفينا ما يحدث في غزه. احنا في مصر متاثرين سواء من يعني الملاحه او ضرب الملاحه في البحر الاحمر والتاثير على قناه السويس وايضا غزه والمجاوره والتي نحاول فيها ان ندعم الشعب الفلسطيني بكل ما نستطيع ان نفعله. خلينا نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذه الاخبار.